السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنشوف موقع من مواقع الذكاء الصناعي اسمه كاتب، بيكتب لك محتوى، سواء عايز تحطه في المدونة، سواء عايز تحطه مثلا في وصف الفيديو، سواء عايز تحطه على الفيسبوك، عايز تتكلم عن موضوع، يقدر يساعدك يديك الأفكار الأساسية. وفعلا في شوية مزايا مش موجودة في الشات جي بي تي. هو شات جي بي تي من ضمن الحاجات، لكن هو لأن هو مشهور فاحنا بنضرب بيه المثل، لان هو كل واحد فيهم بيبقى ليه تركيز على حاجه معينه. حتى على فكره شات جي بي تي 3 وشات جي بي تي 4، ده هنا في مزايا وده هنا في مزايا، رغم ان المفروض شات جي بي 4 في كل المزايا اللي في شات جي بي تي 3، لكن فعلا في اختلافات بينهم. ومثلا من ضمن الحاجات اللي بتفوقها كاتب ان هو ابديتد، يعني لو انت عايز تساله عن حاجه حصلت النهارده هيكتب لك عنها موضوع كامل. تمام، انا بستخدمه لما اكون برفع فيديو على اليوتيوب وعايز اكتب الكلام، فبقول له اكتب لي الكلام بحيث ان هو يطلع في محرك البحث بتاع جوجل. طيب، بس فعلا لما جربته نفس السؤال، وبعد كده تساله للشات جي بي تي. وفي هنا موقع سمبو، ده ميزته ان هو في اكتر من نموذج الكلام تقدر تتحاور معاهم، فكلهم كل واحد فيهم بتلاقي فيه مزايا وقوه. كاتب ميزته ان هو ابديتد، ميزته ان هو بالعربي، في تخصيص، يعني انت مثلا شات جي بي تي مفيش تخصيص، انت بتكتب وخلاص، تقول له اكتب لي موضوع مثلا على الذكاء الصناعي فيكتب لك، وبعد كده ممكن تقول له والله غير لهجه، غير الصيغه. طيب، شات جي بي كاتب، هنبدا نشوف الاسعار، نشوف ابدا مجانا، لا انا هقول له دخول لان انا عندي حساب، انت المفروض بتقول له ابدا مجانا وتبدا ان انت تعمل حساب. انا هدخل بالحساب بتاعي، هو جميل طبعا، هو عربي ما قصرش معايا في حاجه او ما ادانيش معلومات مضروبه. تمام، هتلاقي شويه مزايا، مثلا كاتب بلس، تمام، بتكتب محتوى مرتبط بالاحداث الجاريه، يعني ممكن مثلا خلينا نقول له اكتب لنا مقاله مثلا عن ماتش الاهلي والزمالك الاخير، انا ما اعرفش ايه الماتش الاهلي، بس اي حاجه انت عايزها منه هيبدا يكتبها لك. مثلا هو اسمه رونالدو اللي راح، يعني ممكن مثلا ايه فكره المحتوى، رونالدو في السعوديه. لو انت سالت شات جي بي تي هو واقف عند 2021، وحتى الزر الرابع واقف عند 6 شهور، فمش هتلاقي عنده المعلومه دي. اسلوب الصياغه متشائم، مرح، نادم، ساخر. تمام، الضمائر المستخدمه، هل هو اسلوب الغائب ولا المخاطب ولا المتكلم، الفقره. تمام، فدي كلها حاجات بتسهلك. انا عايز بريد الكتروني، خلاص بدخل على بريد الكتروني، انا عايز شاهد، عايز قائمه، عايز كيفيه. فلما جربناها لقيناها فعلا جميله جدا. وممكن تقول له اضافه صوره للمحتوى، تمام، وثلاث اقتراحات. طيب هقول له اكتب، ففي ثواني بيبدأ يجيب لك المقالة اهوت وبيتكلم عنها، وقال لك ان قرار السعودية ان نجيب رونالدو والمملكة والحاجات دي كلها. طبعا يعني مع احترام لكل الناس، انا بس انا معلومات في الكورة لا شيء. طيب، ده في مراجع كمان، الله، ده في مراجع دي مش موجودة هناك، يعني اقدر اذكر واشوف واتأكد. وهو بيصيغ الكلام، يعني مش بياخد الكلام كوبي بيست في حد يقفش ان انت مسروق، وحاطط لك الصوره وحاطط لك المصدر، فدي حاجه ممتازه جدا، يعني حاجه عجبتني جدا. طيب، وفي برضو ايه تاني، تعال نرجع لانشاء المحتوى. تمام، دي الحاجات اللي انا كنت كتبتها قبل كده، في حاجات كتير مثلا مشكله نقص الميه، اهميتك الشمسيه، اكتب لي قصه عن اطفال في الغابه. طيب، ده الشغل بتاعي او اللي انا كنت بعمله. انت ليك طبعا تجريبية، وبعد كده ممكن تشتري الاكاونت اللي تقدر انت، لو انت هتستفاد منه كتير تقدر، بس انت لازم تجرب، يعني ما تشتريش حاجة قبل ما تجرب وتتأكد منها. ما تثقش في كلامي، ممكن يكون انا كلامي غلط او انا مش ما عملتش مراجعة مظبوطة. لكن هنا مثلا بتكتب مصادر موثوقة. مصادر موثوقة يعني ايه؟ يعني هتدي له والله المصادر مثلا بي بي سي، هتدي له رابط المصدر اللي ياخد منه المعلومة. تمام،
فانا هديله الموقع بتاعي او صفحة عندي ونوع انا مثلا عايز قايمة، عايز ايه، عايز كم تروح، عايز لغة المحتوى عربي ولا انجليزي، فكرة المحتوى، اهمية نمذجة معلومات البناء. تمام. طبعا انا اكتر حاجة بستعين بيها مثلا الخطابات، يعني لما اكون ابعت ايميل بستعين بالبرامج ديت، اي برنامج بستعين بيه لان هو بيعمل لي صياغة بشكل حلو. تمام. او كتاب المقالة، المقالة دي مش موجودة عندي اصلا، المقالة دي مش موجودة عندي في قلب المدونة بتاعتي. تمام. انا حافظ المدونة بالنص فما فيهاش الكلام دوت. تمام. طيب خلينا نقول له الصفحة الرئيسية اهوت، ممكن تقول له محتوى اي موضوع واي شكل بضغط الزر اعادة صياغة مقالات، في عندك مقالة تديها له يعمل لك اعادة صياغة ليها، ممكن يديك عناوين جذابة، ممكن يعمل لك مقال كامل. تمام. اكتب عنوان المقال الجديد وليكن مثلا شهر رمضان، فاقول له رمضان في مصر. تمام. لا احنا مش عايزين رمضان في مصر. شوف الكلام اللي جابه لي كلام يعني ممتاز جدا. الجمهور بتاعك المستهدف فين؟ تمام. طيب ماشي. العربي والانجليزي كتابة مقال. فيعني تحية فعلا للناس اللي شغالة في الموقع كاتب، لأن خدت الكلام ووديته على موقع بيدقق وتأكدت إن الكلام مش متاخد كوبي بيست. تمام. فهقول له أسلوب صياغة المحتوى، عايزه ودود، عايزه غائب، كفاية النقط ديت. تمام. إضافة صور لمحتوى المقال، تعديل العنوان، كتابة المقال. ممتاز. فعمل لنا المقالة الجميلة ديت. تمام. اهوت. بس ما ينفعش اخد الكلام كوبي بيست اوديه في اي مكان، مهما يكن، مهما حصل، مهما انا قلت، مهما غير قال، لازم تقرا الكلام وتتاكد من صحته. تمام. يعني ان هو برضو برنامج بيعرف ينظم الكلام ويعرف، لكن ممكن تكون المعلومات غير صحيحة، فلازم تتأكد تقرا كده. تمام. اقرا كده وتأكد من الكلام. طيب تعال نشوف في ايه تاني في الكاتب. هتلاقي مثلا موجود ان انت تقدر تعمل وصف لليوتيوب، للفيديوهات، وصف للإعلانات، صفحة منح، عناوين فرعية، تغريدات جذابة، إيجابيات وسلبيات، عنوان البريد الإلكتروني، أفكار تسويقية، تلخيص نصوص، تقدر تدير نص كبير وهو الخصولة. فما شاء الله شغل يعني شهادة لوجه الله، جميل جدا. يعني في برضه حاجة حلوة، تصميم صور، إن أنت تديله وصف ويبدأ يعمل لك الصورة. يعني أنت ممكن تكتب تقول له مثلا عايز أوصف رمضان في مصر مثلا، وزي فبدأ يعمل لي الصورة ديت. الصور ديت تقدر إن أنت تغير فيها، وتقدر انت تعمل صور تانية خالص. طيب خلينا نشوف مثلا ده الاستهلاك بتاعي. فبيقول لك دي الشرقات، لو انت عايز 30,000 كلمة ب$15 في الشهر، الخبراء المحترفين وهكذا. فانت تقدر انت تختار او تختار خطة سنوية، لكن نصيحتي في جميع المواقف ما تدفعش فلوس غير لما تجرب الاول وتأكد. يعني بيبقى في نسخة تجريبية خلاص، بتبدأ ان انت تجرب وتبدأ ان انت تشوف ان شاء الله، وان شاء الله يعجبك باذن الله.